احتفلت إيباراشية النمسا بالذكرى العشرين لنياحة القمص يوحنا البراموسي مؤسس الكنيسة القبطية بالنمسا، حيث ترأس نيافة الحبر الجليل الأنبا جابرييل أسقف النمسا والقطاع السويسري الناطق بالألمانية القداس الإلهي يوم السبت 25 من يناير الجاري بكنيسة عذراء الزيتون بفيينا. نتابع. احتفلت إيباراشية النمسا بالذكرى العشرين لنياحة القمص يوحنا البراموسي مؤسس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالنمسا يوم السبت 25 من شهر يناير بكنيسة عذراء الزيتون بفيينا. بدأ الاحتفال بالقداس الإلهي الذي ترأسه نيافة الحبر الجليل الأنبا جابرييل أسقف النمسا والقطاع السويسري الناطق بالألمانية، وبحضور ومشاركة عدد كبير من الشعب القبطي من مختلف الكنائس بالنمسا. النهاردة احتفلنا بالعشرين سنة يوبيل لنياحة أبونا الحبيب يوحنا البراموسي. أبونا يوحنا البراموسي هو اللي مؤسس كنيسة النمسا وخدمة في النمسا وسط أوروبا كلها. البابا شنودة هو صانع التاريخ. سنة 71 في سبتمبر 71 وصل البابا شنودة النمسا للاحتفال أو الاجتماع في هيئة مجلس الكنائس وبرو أورينتا، وتعرف على الشعب القبطي في النمسا، وضع في قلبه على ما أعتقد يعني خدمة النمسا تكون من أولوياته لو بعد ما ياخد الخدمة الكبيرة. سيدنا البابا رجع بعد شهرين بالظبط، أصبح بطرك للكنيسة لأنه جه كأسقف للتعليم. وبعدين جاله في يوم من الأيام سنة 76 شاب درس في الألسن، تكلم ألماني كويس، جرجس بقطر، وقال له سيدنا عايز أكرس حياتي لربنا. فخدوا سيدنا وداه دير البراموس ورهبنه في شهر ورسموا جسيس وبعتوا الخدمة في النمسا وفي وسط أوروبا، ودي كانت بداية الخدمة في النمسا كلها. وصراحة أبونا يوحنا البرموسي هو كان خير سفير للكنيسة على كل المستويات يعني. وفي الخدمة أبونا يوحنا البرموسي كان سفير طيب مع الكنيسة الكاثوليكية والكنائس الأخرى، مع كل الشعب المصري بأطيافه، مع كل الهيئات، مع الدولة. وعشان كده سمعة الكنيسة في القبطية في النمسا كانت وما زالت نشكر ربنا كويسة بفضل صلواته وتعبه ومحبته. بمناسبة العيد العشرين لنياحة قدس أبونا يوحنا البراموسي، في الحقيقة قدس أبونا يوحنا البراموسي شخصية عظيمة جدا في تاريخ الكنيسة القبطية بالنمسا. هو اسم على مسمى الله حنان، هو فعلا كان يعني صورة المسيح المنظورة في الكنيسة القبطية في النمسا، فكان كل من يراه يرى فيه الحنو والرفق والخدمة يقول يصنع خيرا. احنا جايين الكنيسة في ذكرى أبونا يوحنا واحنا مبسوطين جدا، لان هو بصراحة كان انسان اب وحنون. يعني انا ما كنت فقد الاب وكده، بس انا اول ما جيت حسيت ان ده ابويا، ويعني بصراحة يعني ما كانش يتعوض خالص. النهاردة الذكرى العشرين لتذكار أبونا يوحنا البراموسي، هي أنا كان نفسي أكون موجودة في أيامه، بس يا خسارة. دايما بنسمع عن القديسين، بس هو كان قديس عندنا بس أنا ما كنتش موجودة، بس سمعت عنه حكايات كتير قوي قوي قوي، خلتني أحبه حب كأني كنت أعرفه شخصيا. الحقيقة علشان نتكلم على أبويا يوحنا، طبعا الواحد فمه بيتقدس أنه يتكلم على هذا القديس اللي عرفناه في خلال الفترة اللي عشنا اللي عاش معنا فيها من البداية خالص، وبان قد ايه أبونا يوحنا ان هو شخصية سوشيال جدا. من أول ما خطبت ونزلت أزوره كان هو في الدير بيعمل أجازة، عرفته على خطيبتي وبدأت العلاقة تتودد ما بيننا. وقد ايه حسينا ان احنا بقالنا أب في النمسا. ما كانش بس بيراعينا روحيا، لا، خدمة أبونا كانت بتشمل، يمكن احنا قلنا الكلام ده في اماكن كتيره، كانت بتشمل حاجات كتيره قوي. الخدمه الروحيه طبعا اولا، الخدمه الاجتماعيه، الظروف اللي احنا عشنا فيها في الاول كانت صعبه، كان هو بيحاول يغطي كل الجوانب الانسانيه اللي احنا عايشين فيها. قد القى نيافة الحبر الجليل الانبا جابرييل كلمه عن خدمه وعطاء وتعب المتنيح القمص يوحنا البراموسي باللغتين العربيه والالمانيه، وعن فضله ومجهوده في تأسيس الكنيسة القبطية في النمسا، وعن خدماته الأخرى في كثير من البلاد الأوروبية المجاورة بالرغم من شدة مرضه وتعبه. وقد ألقى أيضا الآباء كهنة الإيباراشية
بعض الكلمات عن أعمال وإنجازات المتنيح القمص يوحنا البراموسي. وقد اختتم الاحتفال بإقامة حفل أغابي بقاعة القمص يوحنا البراموسي، اجتمع فيه الشعب القبطي بكل الحب والفرح يتذكرون ويتبادلون الأحاديث حول ذكريات المتنيح القمص يوحنا البراموسي. من العاصمة النمساوية فيينا، ميشيل ديميان، سي تي في.